بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضر لا يغيب. اغفر لنا ما مضى، واصلح لنا ما بقي، بحرمة الأبرار يا عالم الأسرار. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا وقفنا حول السنن المتعلقة بخطبة الجمعة بالنسبة لمن يحضر الصلاة، وليس بالنسبة لخطيب الجمعة، يعني بالنسبة لمن للمستمع. فقلنا أنه يستحب الإنصات، والإنصات هو السكوت مع الإصغاء في وقت الخطبة، هذا على الجديد في المذهب. المذهب الجديد عند الشافعي أن الإنصات مستحب وليس واجبا للخطبة، وله أدلة كثيرة، ولكن مذهب القديم، وإحنا نفتي بالمذهب القديم في هذه المسألة، أن الإنصات واجب، والوجوب حالة، ليس حال للخطبة كلها، لا، وقت أركان الخطبة، عندما يتكلم في أركان الخطبة فالإنصات واجب. أما في غير أركان الخطبة، يعني بدأ يدعي بقى للملوك وللأمراء وللرؤساء، دي مش من الأركان، ممكن أتكلم بقى، ممكن ما أنصتش، ممكن أقول للجنب اتأخر شوية، أو ليه، لأن خلص الأركان، أو فتح في موضوع بيناقش الأسعار وغلاء الأسعار، أو النواحي السياسية والمذاهب الناس في السياسة والأحزاب وغير ذلك، ده مش من أركان الخطبة. أركان الخطبة الحمد والثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل، والأمر بالتقوى، مش كده برضو، دي الأركان المعروفة، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وأن تشمل آية، وخلاص، أدي أركان الخطبة. فالأوقات اللي فيها أركان الخطبة دي يجب الإنصات في الأوقات دي، في غير وقت الأركان لا يجب الإنصات، بل يستحب، يستحب، وده الراجح. طيب، لو قلنا بوجوب الإنصات أو باستحباب الإنصات للخطبة، في أمور أو يعني تستثنى فيها هذا الحكم، يعني يجوز له ألا ينصت، واخد بالك، بغير كراهة أو بغير إثم، إن قلنا بالوجوب، في صور يستثنى فيها إيه؟ طلب الإنصات، يقول لك إيه، وإحنا دي اللي واقفين فيها. يقول: ويستثنى من الإنصات أمور مذكورة في المطولات، منها إنذار أعمى أن يقع في بئر، ومن دب إليه عقرب مثلا، بيديك أمثلة، هي طبعا ليها صور كتيرة، وانت ليك تقيس، يعني للأمور الضرورية ليك تقيس بقى عليها، الحاجات الضرورية. يعني أنا لحظة نخلص الحتة دي بس، وبعدين ايه نفتح السنة. يعني انا قاعد بسمع خطبة الجمعة، وبعدين لاقي اعمى داخل، وانا عارف ان المسجد ده في وسطه في بئر او في حفرة، والاعمى ده بلا قائد وماشي في اتجاه الحفرة، هيقع، يبقى في الحالة دي انذره، بل يجب علي انذار، كويس. او انا قاعد بصيت لقيت في عقرب او حية هتدخل ايه تقرص حد من المصلين، تؤذي حد من المصلين، يبقى اتكلم. لكن لاقي دبانه مش مشكله، لاقي صرصار معدي مش مشكله، واخد بالك. لكن لما يبقى عقربه، معلش، فهمتني، يبقى تقيس المسائل بهذه الصوره. فهيدي لك امثله هنا في الحاشيه من المطولات، فبيقول لها: منها ما ذكره اللي هو انذار الاعمى ان يقع في بئر او عقرب تلدغ احد الناس، كويس. فبيقول هنا: ومنها رد السلام على من سلم عليه، وإن كان ابتداء مكروه أصلا،
يبقى مكروه انك انت الخطيب بيخطب الجمعه وانت دخلت انك تلقي السلام على الناس، تقعد صلي تحيه مسجد موجز توجز وتجلس دون ان تسلم على احد، كويس؟ فان سلم على الناس كره منه ذلك ويجب على السامع ان يرد. واضح؟ يبقى يكره انه يعمل كده، لكن لو عمل يجب عليك انك ترد، لان رد السلام واجب وبدء السلام سنه، كويس؟ فلا ينشغل بسنة عن واجب وهو الإنصات، ولا يشغل غيره، واحد واخد بالك؟ وعشان كده بيقول لك: ومنها رد السلام على من سلم عليه وإن كان ابتداؤه مكروها. يعني إن يبتدي السلام ده مكروه، كويس؟ ومنها ها؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حتى الإشارة يعني في أثناء الخطبة مش مطلوبة، مكروهة. مش قال من قال لأخيه اصمت فقد لغى اصمت، يعني إيه؟ قال بيده، يعني معناها قال بيده، يعني لو حتى قال لأخيه كده بيده كده اصمت بيده، واخد بالك؟ فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة لا. مش الحديث كده؟ خلاص، يبقى إيه الأولى؟ إنه ما يعملش. لكن على أي حال اللي عمل كده ما إيه، لو عملها ترد، لك أن ترد. وكذا تشميت عاطف، تشميت العاطف، واحد عطس جنبك قال الحمد لله بالراحة كده تقول له أرحمكم الله، بسيط. ومنها تشميت العاطف، العاطس. طيب، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه. الخطيب بيتكلم يقول قال رسول الله، تقول أنت صلى الله عليه وسلم على طول كده. ليه بقى؟ لأن إيه مطلوب؟ أنك أنت تصلي على النبي عند سماع اسمه. بل البخيل هو الذي لا يصلي على النبي عند سماع اسمه، هو ده البخيل، بخل على نفسه من الثواب العظيم. ويستحب رفع الصوت بها لأنها شعار المسلمين، مش تصلي على النبي في سرك، لا، ده يبقى كده الخطيب كده كل ما يقول قال رسول الله المسجد يضج صلى الله عليه وسلم، مش بصوت مرتفع قوي لكن صوت مسموع، بحيث تعرف انك انت بتخطب في مسلمين مش بتخطب في كفار، لأن المسلم عند سماع اسم النبي تلاقي ليه وضع غير أما تقول الكلام ده في وسط كفار، مش كده برضو؟ فيقوم يديك هذا الشعور أنك أنت بتتكلم في وسط مسلمين. يبقى أصبح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مسموع من الناس عند سماع اسمه شعار عند المسلمين، شعار من شعائر المسلمين، خدت بالك؟ ويستحب رفع الصوت بها وإن اقتضى كلام الروضة، وأصلها إباحته، يعني مش استحبابي بل إباحة رفع الصوت ولا يستحب. وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته، وتقدم أن المعتمد ما اقتضاه كلام الروضة وأصله. قوله منها إنذار أعمى فيجب، وكذا ما بعده اللي هو العقرب. وقوله ومن دب أي مشى، وقوله مثلا أي أو كلب عقور، دخل من باب المسجد كلب عقور مسعور، يعني يبقى لازم ينذر الناس ويعمل يتخذ سبب انه يبعد هذا الاذى عن الناس. بيقول هنا ومن دخل المسجد والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، ودي بتفوت على كثير من المسلمين. صحيح مذهب الاحناف كده، لكن الراجح انك انت تصلي ركعتين خفيفتين، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل أحد الصحابة وجلس قال قم فصلي ركعتين، وكان يخطب الجمعة. صحيح الأحناف قالوا أن هذه حادثة حال لأنه كان فقير فأراد أن ينبه الناس إلى فقره فينظرون إليه لعلهم يتصدقون، ولكن نحن لا نعتقد في حادثة الحال إلا أن يكون هناك مخصص ليها، وليس على سبيل الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لبيان الشريعة للناس كافة، فلا نأخذها على حادثة الحال إلا لبيان واضح مخصص، ولا بيان هنا مخصص فدل على أن الأمر لكل الناس، كويس؟ فالشافعية قالوا لا، يبقى دام الحديث ده كده يبقى أي واحد يدخل يصلي والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين. طب لو دخل والأذان يؤذن بين يدي الخطيب يصلي من باب أولى، يصلي من باب أولى، لأن الأذان سنة والخطبة واجب، فإذا كنت هتصلي وقت الواجب يبقى من باب أولى تصلي وقت السنة. فهمتني؟ ويبقى قلة فقه من إيه؟ من الداخل أن ينتظر
حال الأذان حتى يردد ما يقوله المؤذن فينتهي. فإذا شرع الخطيب في الإيه في الخطبة يبدأ هو في صلاة ركعتين، هذه قلة فقه منه، لأن الفقيه يزن الأمور. الخطبة واجبة، وسماع الخطبة واجب على الراجح في المذهب، وترديد ما يقوله المؤذن سنة، كويس؟ فلا أنشغل بأداء سنة عن واجب اللي هو الإنصات للخطيب من أول الخطبة. وفي الحالة دي أبقى أصلي الركعتين وأتجوز فيهما، أتجوز فيهما يعني يعني أعمل الفرائض بس. يعني الخطيب واقف بيخطب وأنا دي دخلت لقيت الخطيب بيخطب، هو ما أقرأ الفتحة بس، ما أقرأش فتحة وسورة في كل ركعة، أعمل الفرائض بس، ولا الله أكبر وأروح إيه وما أقولش دعاء الاستفتاح كمان، يعني أعمل إيه الفرائض بس. حتى لو قلت لك ما تقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمان أقول لك ما تقولش كمان، قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فتحة على طول، وبعدين تركع بعد أمين على طول، وتقول ثلاث تسبيحات بس، ما تقعدش تطول، وفي السجود ما تقعدش تدعي. ليه؟ لأنك بتتجول علشان تلحق الخطيب وتسمع الإنصات. يبقى ده تصرف الفقيه. وعشان كده ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. شوف خفيفتين يعني إيه؟ يعني يتجوز فيهما، يعني يفعل فيها الفرائض، ادي معنى خفيفتين. ثم يجلس. خرج بالمسجد غيره، فإن من دخله إذا أقيمت فيه الجمعة يجلس بلا صلاة، لأنه إنما اغتفر لمن دخل المسجد في حال الخطبة أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ومعلوم أن غير المسجد لا تحية له. افرض بيصلوا الجمعة في غير المسجد في ساحة زي صلاة العيد، يجلس على طول بقى، لأن دي لا تحية لها. فهمت؟ يعني عاملين ساحة كده لأن المسجد ضيق على إيه؟ على أهل الجمعة في قرية من القرى، أو المسجد مثلا عاملين فيه إنشاءات وبيصلحوه، وبيصلوا في الشارع اللي جنبه لحد ما يصلحوا المسجد. فهمت؟ يبقى في الحالة دي هيجلس على طول لأن هذا المكان لا تحية له لأنه ليس مسجد. واضح؟ وكده برضو في ايه هنيجي في مصلى العيد هنقرا نفس الكلام ده، لو صلى العيد في الخلاء لا تحية ايه لدخولها، ولو صلى العيد في المسجد في تحية. لو صلى العيد في المسجد يبقى في تحية ركعتين، طب صلوا في الخلاء يبقى لا تحية لان الخلاء لا تحية له. واضح؟ وعشان كده قال لك ايه ومن دخل المسجد والامام يخطب. شوف تقييد المسجد، يعني افرض الامام بيخطب في غير المسجد يبقى خلاص خرج من المسألة دي، ما علوش ركعتين. خرج بالمسجد بقوله المسجد يعني غيره، فان من دخله اذا اقيمت فيه الجمعة يجلس بلا صلاة، لانه عملوا صلاة الجمعة في الاستاد مثلا عشان الاستاد واسع قوي وعايزين يجتمعوا، وحاكم المسلمين في هذه البلد قال لهم انا هخطب الجمعة فيكم النهاردة لامر هام، فجمع اهل البلدة كلهم، الحاكم بقى هيجي يخطب الجمعة، فالناس كلهم يبقى خلاص لا تحية لان الاستاد ملوش تحية. مش كده برضو؟ ده مكان اصلا متسع شامل وليس مسجد. اذا اقيمت فيه الجمعة يجلس بلا صلاة، لانه انما اغتفر لمن دخل المسجد في حال الخطبة ان يصلي ركعتين تحية المسجد، ومعلوم ان غير المسجد لا تحية له. ويكره لمن دخل حينئذ انه يتخطى الرقاب، يبقى يكره كمان للي دخل متأخر ان يقعد يخطي رقاب المصلين ويتقدم عليهم، وتزول الكراهة ان كان هناك فرج في الايه في الصفوف المتقدمة. وليه زالت الكراهة؟ لتقصير المصلين في سد الفرج، لان المفروض ان الناس تيجي تقدم اول فاول، والكراهة في تخطي الرقاب انك تؤذي غيرك. طب ما انا غيري هنا قصر لم يسد الفراغ، فلما يقصر يبقى تزول الكراهه عند تخطي رقبته. واضح الكلام؟ يبقى لازم الانسان يراعي مثل هذه الامور. ويكره لمن دخل حينئذ، يعني اثناء حينئذ يعني حين ايه خطبه الايه الامام، تخطي الرقاب، لانه صلى الله عليه واله وسلم راى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت الناس وآنيت يعني جئت متأخرا، جئت متأخر وكمان تأذي الناس، مش كفاية عليك غلطة واحدة؟ فهمت؟
فقد آذيت وآنيت، أي تأنيت وتأخرت، إلا لإمام أو رجل صالح. لكن إمتى تزول الكراهة تغطية الرقاب؟ لو كان اللي داخل الرجل اللي بيحفظ أهل البلد دي القرآن، الشيخ بتاع الناس دي كلها، رجل صالح البلد بحالها بتحبه وعارفة صلاحه، يوم ساعتها حتى لو تخطى رقابه ما يزعلوش منه، لأن ده صالح، رجل صالح. وكذلك الإمام اللي هيجي يخطب الجمعة، الناس كلها منتظرينه وعايز يوصل لحد المنبر، يوم يضطر يتخطى رقاب الناس أو يفسحوا له حتى يصعد للمنبر. يبقى دول لو كان رجل صالح إيه؟ تزول الكراهة، وكذا لو كان للإمام. إلا لإمام أو رجل صالح فلا يكره لهما التخطي لأنهما يتبرك بهما. الخطيب الجمعة ده راجل من أهل القرآن وراجل يتبرك به، فالناس ما تزعلش منه. وكذلك الرجل الصالح الناس ما تزعلش منه، بيتبركوا به، فيوم ما يعدي كده ما يتضايقوش منه. ولا يتأذى الناس بتخطيهما، وألحق بعضهم بالرجل الصالح الرجل العظيم ولو في الدنيا، داخل محافظ القاهرة، داخل مثلا رئيس الوزراء، داخل مثلا عضو مجلس الشعب، ومش عارف الناس اللي اما الاكابر بتوع المنطقه بقى اللي هي البلد بلدهم واحنا ساكنين عندهم، واخد بالك؟ لما تبقى البلد بلدهم واحنا ساكنين عندهم وجايين في بلدهم، يبقى لازم ما نزعلش احنا ما يتخطوا رقابنا، ما احنا سكان عندهم مؤجرين وهم الملاك. ولمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وعلشان كده ألحقوا الرجل العظيم معهم، واخد بالك ازاي؟ طيب. وألحق بعضهم بالرجل الصالح الرجل العظيم ولو في الدنيا، لأن الناس يتسامحون بتخطيه. الناس طبيعتهم يقول لك لا ده الوزير، لا ده المحافظ، ده العمدة، لا ده شيخ الغفر. فهمتني ازاي؟ تمشي الحكاية ما جراش حاجة. الناس ما تزعلش، لأن العبرة إن الناس إيه؟ ما تبقاش زعلانة. طالما الناس راضية يبقى تنازلت عن حقها، فإذا تنازلوا عن حقها زالت الكرامة. كويس؟ ولا يتأذون به، ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو أكثر ولم يرج سدها لا يكره له التخطي ليصل إليها. الكلام اللي قلته لك في الأول أهو، في ناس تيجي عايز يقعد جنب الشباك، وده عايز يقعد جنب الباب، وده عايز يقعد جنب المروحة، ويسيبه أمام الخطيب فاضي. كويس؟ فيسدوا المداخل. دول بقى في الحالة دي خط رقابهم زي ما أنت عايز، مفيش مشكلة، ما هم مقصرين. فهمتني إزاي؟ يبقى هنا تخطي بلا بأس. لتقصير القوم بإخلائها، لكن يسن له في الأكثر إذا وجد غيرها ألا يتخطى، فإن رجع سدها كأن يتقدم أحد منهم إليها. يعني ممكن مثلا يشاور كده يقول له اتفضل، عشان ما يتخطاوش يروح هو متقدم ويروح هو قاعد مكان. لكن في واحد لو عملت له كده يقول لك يا أخي جاي تقومني من مكاني يا أخي، ويعمل لك خناقة ويزعل منك. فهمتني؟ فيبقى انت ايه في الحالة دي؟ ايه انت برضو بتميز الناس بقت بتفكر ازاي اليومين دول؟ ما انت ممكن تيجي تاخد بايد واحد وتقول له حاسب وهو بيعدي يقول لك ايه هو نعمة؟ وممكن ايه واحد تاني يقول لك متشكرين جزاك الله خير. فكل واحد ممكن يفسر العمل على اي تصرف، الله اعلم الناس بقت تفكر ازاي اليومين دول. فانت بقى راجل عندك حكمة وعايش في الناس وعارف العالم بتفكر ازاي. المهم ما تجيش في خطبة الجمعة تعمل لنا خناقة والخطيب قاعد بيخطب وتخش تعمل لي حريقة في المسجد. فهمتني ازاي؟ وده يتخانق مع ده وده يمسك في ده وينزل الخطيب يسيب الخطبة ويتحلق وبعدين نكمل الصلاة في القسم في البوليس نعمل محضر. ما ينفعش الحكاية دي. في ناس عصبية يعني. فإن رجا سدها كأن يتقدم أحد منهم إليها إذا أقيمت الصلاة كره له التخطي لكثرة الأذى ورجاء سدها. وقد يجب التخطي إذا سبق الصبيان أو العبيد أو غير المستوطنين ثم حضر الكاملون. افرض الناس اللي هم أصلا لا تجب عليهم الجمعة هم اللي متقدمين واخدين الأماكن اللي قدام، واخد بالك إزاي؟ ناس فيهم سمة إن هم أغراب عن البلد، يعني دول ناس مسافرين، صحيح تصح منهم الجمعة لكن لا تجب. كويس؟ أو الصبيان وصغار السن جم تقدموا وأخذوا الأماكن الإيه الناس الكبار، يبقى في الحالة دي يبقى يتخطى. ولم يسمعوا الخطبة مع البعد فيجب عليهم التخطي لسماع الخطبة. والإمام يخطب، الواو هنا يسموها واو الحال مش واو العطف،
أي لما إيه؟ ومن دخل المسجد والإمام يخطب. والإمام، الواو هنا مش عطف، ده الواو هنا واو الحال، والإمام هنا مبتدأ ويخطب خبر، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر إيه؟ في محل نصب حال، فهمتني؟ يبقى الواو هنا يسموها واو الحال. والإمام يخطب أي والحال أن الإمام يخطب، وكذا بعد جلوسه على المنبر وقبل شروعه في الخطبة. والفرق بين الكلام حينئذ والصلاة، فإن الكلام لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ في الخطبة، إن قطع الكلام، إن قطع الكلام هين بخلاف الصلاة. يعني بيقول إيه؟ صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، كل ده بخلاف بقى الكلام، بخلاف يعني الصلاة يعملها لكن ما يتكلمش، فهمتني؟ طب وإيه الفرق بين الصلاة والكلام؟ ويستثنى من دخل آخر الخطبة، وعلشان كده قال لك وإن صعد الخطيب ما لم يبتدئ في الخطبة. إن الفرق بينها وبين الكلام أن قطع الكلام هين بخلاف الصلاة، صعب إن هو يقطع. يعني لو الإمام، لو أنا قاعد بتكلم مع واحد حديث وبعدين في أثناء الحديث بصينا لقينا الخطيب جاء، الإمام اخترق الصفوف وجلس على المنبر، نقطع الكلام ده بعد الجمعة نبقى نكمل. لكن افرض إن أنا داخل في الصلاة بصلي كده ولقيت الخطيب ماشي طالع على المنبر، ما أقطعش صلاتي، أتجوز فيها، فهمتني؟ أدي الفرق بين الكلام والصلاة. ويستثنى من دخل آخر الخطبة، برضو ما يصليش ركعتين. أنا داخل والإمام في آخر الخطبة يا دوب بيقول الدعاء وقرب خلاص هينزل، خدت بقى قرب، ما صليش بقى ركعتين، أدخل بقى وأفضل واقف كده شوية لحظة عشان أدخل في الصلاة، ما انشغلش بقى بتحية المسجد. ويستثنى من دخل آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاهما فاتته، صلى الركعتين يعني، فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام تركهما ولا يقعد بل يستمر قائما لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية. فلو صلى في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملهما كما قاله ابن الرفعة ونص عليه في الأم وهو المعتمد. يعني افرض وانت راجل واقف بتخطب الجمعة لقيت واحد دخل وانت قربت تخلص خلاص راح أنشأ ركعتين، انت يعني خليك برضو استره، طول في الدعاء شوية، قول آية حديث اي حاجة كده يكمل لحد ما يخلص بس الركعتين بتوعه، علشان ايه؟ ما تحرجوش، حتى لا تحرجه. ده كلام ابن الرفعة يعني، ونص عليه في الام وهو المعتمد. صلى ركعتين اي بنية تحية المسجد ان كان صلى في البيت سنة الجمعة، لان الجمعة لها سنة قبلها، والا نواها، نوى سنة الجمعة قبلية وحصلت معها التحية، كويس؟ لو ما كانش صلى سنته. ولا يزيد على ركعتين بكل حال، ولا يزيد على ركعتين بكل حال طالما دخل والإمام يخطب. والأصل في ذلك خبر مسلم جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز بهما، الحديث في مسلم، يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال، اهو الكلام، اهو بقيه الحديث اهو واضح، اذا جاء احدكم، للعموم اهو، اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى ما لهمش حق الاحناف يقولوا ان لا خص بسليك الغطفاني عشان كان من فقراء الصحابه وكان ثيابه مقطعه والنبي قال له قم علشان الصحابه تلتفت اليه فيتصدقوا عليه بعد الصلاه، لان النبي هنا عممها، امر الاول قال له يا سليك قم فصلي ركعتين فاركع ركعتين وتجوز فيهما، وبعدين بعد كده عمم الامر للامه كلها اذا جاء احدكم او احدكم، يبقى لا تخصيص، واضح؟ يبقى مذهب الشافعيه في هذه المساله اقوى وارجح. خفيفتين، يبقى الركعتين خفيفتين اي بان يترك التطويل فيهما عرفا، وقيل بان يقتصر فيهما على ما لا بد منه من الواجبات كما قاله الزركشي، لا ان يسرع فيهما. قال ويدل له ما ذكروه من أنه لو ضاق الوقت فأراد الوضوء اقتصر على الواجبات، وفيه نظر، فإن الفرق بينه وبين ما استدل به واضح، فالأوجه الأول، فإن طولهما بطلتا، ومثله ما لو جلس الخطيب للخطبة بعد إحرامه بهما
فإنه يخففهما ثم يجلس، أي فلا يصلي غير الركعتين لأنه لا يزيد على الركعتين كما مر. وتعبير المصنف بيدخل يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين، يبقى ده الركعتين دول اللي في أثناء الخطبة للداخل، إنما أنت جاي من بدري ما تقومش بقى تصلي ركعتين والخطيب يدوب قاعد على المنبر، ما ينفعش. أنت لأ، أنت جاي بدري قاعد خلاص، خلصت أنت الكلام ده للي داخل، واضح؟ يبقى ما بيقول ويدخل يخرج اللي جالس أصلا. يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين سواء صلى سنة الجمعة أولا أو لا، ولا يظهر من هذا المفهوم أن فعلهما حرام أو مكروه، لكن النووي في شرح المؤدب صرح بالحرمة ونقل الإجماع عليها عن الماوردي، والماوردي من أصحاب الوجوه عند الشافعية وكذا الإمام النووي، وعشان كده قال إيه؟ وتعبير المصنف مبتدأ وقول يفهم إلى آخر خبر، قول أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين أي سواء كانت فرضا أو نفلا، وتعبيره بالركعتين جرى على الغالب فتحرم الصلاة مطلقا أي صلاة حينئذ، وإن لم يسمع الخطبة بالكلية، حتى ولو كان قاعد في حتة مش سامع فيها الخطبة برضه ما ينشئش صلاة، يقعد قاعد ويشغل نفسه بذكر الله لحد ما تنتهي الخطبة، كويس؟ لاشتغاله بصورة عبادة حتى لو تذكر فرضا فلا يصلي في هذا الوقت، حتى لو تذكر مع الخطيب وهو قاعد على المنبر انه نسي يصلي فرض الصبح النهارده مثلا، برضه يستنى بقى، يستنى بقى لما تخلص الخطبه يبقى يصلي، حتى لو تذكر فرضا فليصلي في هذا الوقت وان كان قضاؤه على الفور. وتعبير بعضهم بالنافله جرى على الغالب، ويلحق بالصلاه الممنوعه حال الخطبه سجود التلاوه. افرض هو قاعد بيجري على قلبه كده والخطيب قاعد والاذان شغال الورد بتاعه بيقرا قرانه، فجعل سجد التلاوه فما يسجدش سجده التلاوه لانها في سوره الصلاه برضه، فهمتني؟ ويلحق بالصلاه سجده التلاوه والشكر. او افرض وهو قاعد كده وقاعد شايف الخطيب وبعدين بيقول اشهد ان محمد رسول الله المؤذن، ام ربنا كشف عنه الغشاوه كده شاف سيدنا رسول الله يقظه، ما يسجدش سجدة شكر ان شاف النبي يقظ، حصل له نوع من الكشف كده. او الراجل بيقول مثلا حي على الصلاة فبص لقى ايه الكعبة قدامه شايفها كده، من اهل الكشف بقى ده ايه الحلاوة دي، فيقول لك اما اسجد بقى للشكر الاحسن ده ربنا فتح عليا النهاردة، لا ما يسجدش للشكر لان الخطيب على المنبر، خدت بالك؟ أو واحد بره من بره مثلا هو كان مستني يورث أبوه فقال له أبوك مات، فما يسجدش للشكر عشان أبوه راجل غني بقى وهيورثه، يقوم لا برضه يستنى شوية، فهمتني إزاي؟ كل الحاجات دي. أو النتيجة ظهرت وأنت نجحت وندى عليك والخطيب على المنبر وأنت جوه، فهمت؟ ما تسجدش للشكر في كل هذه الأحوال. وإيه؟ ويلحق بالصلاة سجدة التلاوة والشكر، وحيث حرمت الصلاة ونحوها فلا تنعقد، ولو قلنا ان الصلاة حرام يبقى لا تنعقد، يعني حتى لو قام وناكف وصلى لا تنعقد، طب ولو سجد سجدة التلاوة او الشكر لا تنعقد، فهمتني؟ لو قلنا بالحرم، ما احنا قلنا لا يجوز الانشغال في اثناء الخطبة بذكر الله ولا بقراءة القرآن لمن يسمع الخطيب، اما اذا كان في مكان لا يسمع الخطيب فله ان ايه؟ ان يشغل نفسه بذكر الله، كويس؟ ولا حتى يحرك المسبحة في ايده كده كعادة بعض الناس يحركها بلا ذكر، ايده شغالة كده، ما يعملش كده برضو اثناء، لان هذا يوهم انه منشغل عن الخطيب، كويس؟ ولا يظهر من هذا المفهوم إلى آخره، يعني أن كلام المصنف إنما أفهم أنه لا يصلي حينئذ، ولم يفهم أنه تحرم عليه الصلاة أو تكره، لكن النووي قال إنها تحرم وقال لك ده مجمع عليه في المذهب، إيه نقلا عن الماوردي قال لك وهو المعتمد، ونقل الإجماع عليها أي على الحرمة. فائدة عن سيدي عبد الوهاب الشعراني نفعنا الله به، معروف ما مدفون هنا بباب الشعري، شيخ سيدنا ابراهيم الخواص مدفون برضه في احد ايه شوارع حواري باب الشعري، معروفين جد محمد عبد الوهاب
المغني المشهور ده الذي مات يعني من عدة سنوات رحمه الله. فسيدي عبد الوهاب الشعراني نفعنا الله به كان من الأولياء الكبار وكان من أهل الكشف. فبيقول إيه سيدنا عبد الوهاب، وكان عالما فقيها شافعيا وكان أيضا من المحققين ومن الأولياء والعارفين، قال إن من واظب على قراءة هذين البيتين، دي اسمها تجارب الصالحين بقى. هتقول لي إيه الدليل؟ تجارب الصالحين، تجارب الصالحين عملوها فلوها عملت كده. زي ما الدكتور يقول لك عندك مغص خد الدواء ده هتخف، تقول له ايه الدليل؟ يا سيدي ما كل العينين اللي عندهم مغص ما بياخدوا الدواء بيخف، ادي الدليل، التجربه، التجربه دليل، فهمتني؟ ادي الحكايه بس. ان من واظب على قراءه هذين البيتين في كل يوم جمعه توفاه الله على الاسلام من غير شك، وهما الهي لست للفردوس اهلا ولا اقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. ونقل عن بعضهم أنها تقرأ 5 مرات بعد الجمعة. كل دي تجارب الصالحين، زي جرعة أدوية كده، دي جرعات أدوية ما بيقولكش لازم تعملها، لكن بيقولك والله احنا جربناها واللي واظبوا على كده ربنا أكرمه وماتوا على الإسلام. عايز تعمل بيعمل، مش عايز تعمل أنت حر، لكن لا تعترض. هذه الحكاية، لأن دي تجارب. فصل. وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة مؤكدة وتشرع جماعة، ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة، كل ده بخلاف صلاة الجمعة. الجمعة تنفعش إلا جماعة، لكن صلاة العيد مشروعة جماعة ومنفرد. صلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة ولا على الخنثى ولا على الصبي، واخد بالك، ولا على العبد، ولكن صلاة العيد مطلوبة من الرجل والمرأة والخنثى والعبد والصبي والحر وكله، كويس؟ مشروعة يعني. وتشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر، لا يشترط فيها الإقامة، حتى لو على سفر وفي صلاة عيد يسن لك أنك تصلي العيد. وحر وعبد وخنثى وامرأة لا جميلة، وامرأة ليست جميلة، يعني امرأة بقى من أصحاب الهيئات، بحيث اللي هي أول ما تمشي كده الدنيا كلها تتلوح منها وتفتن من شدة جمالها، دي ما تجيش بقى صلاة العيد. أو مشهورة، امرأة مشهورة معروفة مثلا، يقول لك في عبده هتيجي تحضر صلاة العيد في مسجد الأشراف. طب هتبقى هتبص تلاقي الناس كلها واقفة تتفرج مين في عبده دي، لأنها مشهورة، يبقى دي في عبده دي تصلي العيد في بيتها، واخد بالك، لأنها مشهورة معروفة، الناس كلهم هيقعدوا يستنوا ينتظروا عشان يبصوا لها، فهمتني ازاي؟ إنما ما تبقى امرأة جمالها عادي مش بزينتها ومش معروفة وجاية بالزي الإسلامي الحلو الجميل ده، فلها أن تحضر إيه يعني، وتحضر جماعة المسلمين وترى الخير والدعاء والتكبير وكده. وعشان كده وامرأة لا جميلة ولا ذات هيئة. ولا ذات هيئة يعني إيه؟ ما تبقاش من النوع بقى اللي هي إيه ضخمة الجثة كده ماشية بقى إيه كل حتة في قاعدة بتتهز بيها شكل، واخد بالك، دي اسمها إيه؟ أو تكون هيئتها فخمة، يعني لبسها كله فخم ملفت، هي ما عندهاش الا كده، هي السفيرة عزيز مثلا من الاغنياء وكل لبسها ملفت للنظر، صحيح هو زي مغطيها وكل حاجه لكن ملفت للنظر، فهمتني ازاي؟ يبقى برضه ما تجيش، كل دي تقعد تصلي بيتها احسن. ولا ذات هيئه. اما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها بلا طيب، كويس، ووقت صلاه العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، اللي هي من أول حل صلاة النافلة بعد صلاة الصبح، يعني بعد طلوع الشمس بحوالي 13 دقيقة كده، إلى قبل الظهر بثلث ساعة، كل ده وقت صلاة العيد. يصلوا العيد في أي وقت في الفترة دي. كويس؟ يعني واحد صلى الفجر مثلا وكان سهران طول الليل ليلة العيد، وبعدين بعد كده قال أما إيه أمدد شوية كده نص ساعة عشان أقوم ألحق صلاة العيد، فأخدته نومة، صحي الساعة 10 الصبح. لا، الناس كلها صلت العيد، يقوم يتوضا ويصلي العيد في بيته، مش مشكلة يعني، لأنها تصح منه منفرد، فهمتني برضو؟ يبقى يصليها على طول، لكن صحي بعد صلاة الظهر، خلاص فاتت صلاة العيد، فاتت صلاة العيد لأن وقتها فات. نقرأ الكلمتين المتعلقين بده وبعد كده هنشوف إيه هم صلاة العيدين. فبيقول: فصل في بيان أحكام صلاة العيدين وما يطلب فيهما. لما فرغ من الكلام على الفرائض مقدما الصلوات الخمس لوجوبها في كل يوم وليلة، شرع في الكلام على النوافل مقدما منها
العيدين لأنهما أكثر وقوعا من غيرهما، وهما من خصوصيات هذه الأمة. ما فيش أمم قبلنا كانت بتصلي في الأعياد بتاعتها صلاة معينة، دي خاصة من إيه؟ من خصوصيات أمة النبي. ومثلهم أيضا الاستسقاء، ما فيش أمة من الأمم كان لما يحصل جفاف عندهم عبادة معينة يعملوها يطلبوا منها السقي، يعني يدعو مطلق دعاء وخلاص. لكن الأمة أمة النبي عندها صلاة الاستسقاء ليها كيفية معينة ووقت معين. وكذلك الكسوفان، صلاة خسوف القمر وكسوف الشمس، دي كلها من خصوصيات هذه الأمة كما قاله الجلال السيوطي. وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك عيد الأضحى شرع في السنة المذكورة اللي هي السنة الثانية. والأصل في صلاته، الأصل يعني الدليل، الأصل هنا يعني الدليل، والأصل في صلاته قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة الأضحى وانحر الأضحية. والعيد مأخوذ من العود، العيد بقى مأخوذ من العود لتكرره كل عام، يعني كل عام يعود مرة أخرى، كل عام يتكرر ويعود فسمي عيد. أو لعود الله فيه على عباده بالخير والسرور، وخصوصا بغفران الذنوب. ولذلك قيل: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد، وليس العيد لمن تجمل باللباس والمركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. وأصله عود، عود أصله عود، قلبت واوه ياء لوقوعها ساكنة إسر كسرة، عود عود، وأصله عود وأصله عود، قلبت واوه ياء لوقوعها ساكنة إسر كسرة، كما في ميزان، ميزان وميقات، وجمعه أعياد، وإنما جمع بالياء مع أن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها للزومها في الواحد، وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب. وجعل الله للمؤمنين في الدنيا عيدين في السنة، وكل منهما بعد إكمال العبادة، فعيد الأضحى بعد إكمال الحج، وعيد الفطر بعد إكمال صوم رمضان. وأما يوم الجمعة فعيد في كل أسبوع، وعيدهم في الجنة وقت اجتماعهم بربهم، فليس عندهم شيء ألذ من ذلك كما قيل: وعندي عيد كل يوم أرى به جمال محياها بعين قريرة. يعني العيد بتاعي لما أرى محبوبي بعين قريرة، هو ده العيد، والمحبوب هو الله لأهل الجنة. وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد، وتسن التهنئة بالعيد ونحو العيد من الحاجات اللي بتتكرر ايه من العام، اما يأتي عام جديد، والشهر على المعتمد. يعني تيجي اول الشهر تقول للناس كل شهر وانتم طيبين، وهم بيقبضوا عند الصراف في شمان، لان ده برضو بيتكرر، واخد بالك. وكذلك ايه اما ياتي عام جديد، عام هجري جديد، عام ميلادي جديد، مفيش مانع انك انت ايه تهنئ الناس، مفيهاش مشكله دي. وكذلك في العيد تقول له كل عيد وانت بخير، تقبل الله مثلا، ما يجراش حاجه، مش شرط يعني تقول له تقبل الله، يعني اي حاجه، اي دعاء حلو كده، اي دعاء حلو، بس ما تقولوش سعيده، مش كده برضه، لان دي بقت لفظ متعلق بالجماعه الغير المسلمين. ايه سعيده؟ تقول له سعيده مبارك، ما يجراش حاجة، لو قال لك سعيدة بقول له سعيدة برضه. وتسن التهنئة بالعيد ونحو من العام والشهر على المعتمد مع المصافحة إن اتحد الجنس، لو كان راجل مع راجل أو ست مع ست يتصافح، فلا يصافح الرجل المرأة ولا عكسه. بيحب الحكاية دي طبعا إيه الجماعة الوهابية، يتكوا عليها شوية، يبقى إيه حلوة دي، إنك تك عليها شوية، لا يصافح الرجل المرأة الأجنبية، حلو، عبادة جميلة. ومثلها الأمرد. طب افرض الناس متعودين الوقت في زماننا بقى العرف ان الستات بتسلم على الرجالة، ودخلت انت عليهم لقيت واحدة ست مدت لك ايدك، تعمل ايه؟ دي انا بقى اللي بعملها انا، دي تيجي على الهوا كده وتروح عامل كده، تمد ايدك برضه عشان ما تكسفهاش، واخد بالك، وتروح جاي على الهوا كده وعامل كده اهو،
تروح هي تروح عامله ايدها كده اهو برضه، كل سنه وانت طيب وخلاص، وتنبسط وتضحك ويبقى ما كسبتهاش. ليه؟ لان برضه اما تكسر خاطر المسلم ما يصحش، مش كده برضه؟ كان زمان كنت اشوف انا ليا جد الله يرحمه، كان ايه، يروح مطلع منديله وحطه على ايده كده، او يبقى مثلا لابس الشال بتاعه يروح حاطط ايده ورا الشال ويسلم، طالما حد مد له ايده يعمل عشان ما يكسفوش. لكن دلوقتي الناس تحب تكسب بعضها، الناس بقت تحب تكسب بعضها، بقت موضه يعني، وده حرام. زي واحد بيقول للواحد حرما بعد الصلاه حرما، والجدع اللي جنبه وهابي كشر قال له ما وردتش، والتاني مد له ايده كده قال له طب يعني هو الكسوف اللي ورد يعني انك تكسفني كده، هو ده اللي ورد يعني، هي دي السنه انك تكسفني كده، فهمت؟ لكن تطيب خاطر المسلم دي سنه، وتبسمك في وجه اخيك دي سنه، ومن مد يده ليصافحك دي سنه تصافحه، مش كده برضه؟ فلا باس انك انت لو عمل معاك كده وانت راجل يعني معتقد في المذهب الوهابي ده وان دي فعلا غلط، مد ايدك النهارده وسلم عليه، وبعدين قول له يا سيدي بلاش الحكايه دي بعد الصلاه، يبقى قابلني كل يوم بعد العصر بعد الجامع كده في الشارع نبقى نتصافح زي ما احنا عايزين مثلا، اذا كان مذهبه ضيق العطن يعني، عطن ايه الفكر كده، لحكم عالم في افكارها معطنه كده. وان كان الامام النووي قال في كتاب الاذكار باب السلام ومصافحه المسلم للمسلم بعد الصلاه من البدع المستحبه، حيث كثر المسلمين ولا يعرف بعضهم البعض، وايام الصحابه كانوا يعرفون بعضهم البعض ويصلون في مسجد واحد عده مرات، فكان لا وجه للمصافحه لانهم شايفين بعض في كل صلاه وعددهم محصور. اما الان فكثر المسلمون ولا يعرف بعضهم البعض، وقد لا يلتقيان ليوم القيامه الا في هذه الصلاه، واخد بالك؟ فيسن المصافحه في هذه الحاله لغفران الذنوب، لانه اذا تصافح المسلمان تساقطت الذنوب من بين اصابعه، وربما يكون الرجل المسلم اللي بيصافحه ده راجل صالح ولي ينوبك دعوه حلوه منه، يبقى تستغل الفرصه. وعلشان كده الامام النووي قال هي بدعه صحيح لانها لم تكن في العصر الاول، الا انها مستحبه لانها توافق اصول الشرع الشريف، وهي الامر بمصافحه المسلمين وافشاء السلام بينهم وتطيب خاطرهم والحاجات دي كلها. نص على ذلك الامام النووي في كتاب الاذكار باب السلام واستحباب رد السلام. وعلشان كده بيقول لك فلا يصافح الرجل المراه ولا عكسه ومثلها الامرد الجميل. الامرد الجميل اللي هو الشاب الحلوه كده الصغير كده اللي هو شكله كده زي الستات يعني، يقول لك برضه ما فيش داعي ده برضه ايه ان هو يصافح الرجال يعني ايه، لانه قد يثير شهوه بعض الناس اللي عندهم نوع من ايه من الامراض النفسيه والشذوذ والحاجات دي، فما يعملهاش برضه. وتسن اجابتهما بنحو تقبل الله منكم احياكم الله لامثاله كل عام وانتم بخير، كل ده جائز، ما فيش حاجه يعني مش شرط يعني كده اهو تروح تقبل الله تقبل الله، يا ساتر ايه ده؟ ولو قلت لكم سلام طيب يقول لك تقبل الله، طب يا اخي قولوا انتم مثلا يعني، شوف ديننا حلو ديننا حلو، اي واحد بيعمل تصرفات بعيده عن الدين ويكسف المسلمين اعرف ان ده بعيد عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة العيدين سنة. وصلاة العيدين سنة يعني حكمها سنة مش واجبة. يبقى صلاة العيدين سنة وليست ايه؟ واجبة. أي لفعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند الإمام مالك فهي سنة عنده أيضا. وقال أبو حنيفة هي واجبة، لأن الإمام أبو حنيفة يميز بين الواجب والفرض. فهمتني؟ فعنده صلاة العيدين واجبة وليست فرضا. كويس. وقال أبو حنيفة هي واجبة عين، وقال الإمام أحمد هي واجبة كفاية، يعني إذا قام البعض سقط عن الآخرين. ويدل لنا خبر هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، اللي هو الأعرابي اللي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأمره بخمس صلوات في الليل في اليوم والليلة، الحديث الصحيح مسلم. فقال له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فدل على ان سوى ذلك تطوع. كويس؟ ادي الحديث.
وأما قول الإمام الشافعي من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد فمحمول على التأكيد، يبقى الوجوب اللي قاله الإمام الشافعي هنا وجوب عرفي وليس وجوب شرعي، وجوب عرفي تأكيد يعني، فمحمول على التأكيد. وفعلها بالمسجد، وفعلها بالمسجد أفضل لشرفه، بخلاف طبعا الجماعة الحنابلة عندهم صلاة العيد في الخلاء أفضل منها في المسجد مطلقا كده. الشافعي قال لك لا، في الخلاء أفضل إذا ضاق المسجد عن الناس يكون الخلاء أفضل. طب إذا لم يضق المسجد على الناس يبقى المسجد أفضل لشرف البقعة، كويس؟ ده مذهب الشافعية كده، يبقى تؤدى في المسجد لشرف المسجد إلا إذا ضاق المسجد على الناس فيستحب في الخلاء. واضح؟ يقول لك أصل النبي صلى الله في الخلاء صلى الله عليه وسلم، لأن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده لا يتسع لأهل المدينة قاطبة، كانوا يجتمعون ويصلون العيد معه صلى الله عليه وسلم، فكان مسجد النبي ليس متسعا يسع الناس في هذا الوقت. وعشان كده قال لك ايه، وفعلها بالمسجد افضل لشرفه الا لعذر كضيقه فيكره، واذا خرج لغير المسجد استخلف ندبا من يصليها بالضعفة. قال لك حتى لو خرج الامام لصلاة العيد في الخلاء عشان يجتمع اكبر عدد من اهل القرية يسن انه يسيب امام تاني يصلي بالناس في المسجد القرية لبعض الضعاف اللي ما يستطيعوش ييجوا في الخلاء البعيد، ربما تيجي بعض النساء الضعاف، بعض الرجال الضعاف اللي حركتهم ضعيفة، بعض الصبية الصغيرين، دول ممكن ايه يبقى المسجد اقرب لهم فيسيب لهم واحد يصلي بيه، كويس؟ ده على سبيل الندب. واذا خرج لغير المسجد استخلف ندبا من يصليها بالضعف ولا يخطب الخليفة لهم الا باذنه. ولا يخطب الخليفة اللي استخلفه يعني الا يكون مستأذن يعني. ويسن ان يذهب للصلاة في طريق طويل ماشيا بسكينة عشان يكبر العيد، طول ما هو ماشي تقوم تشهد عليه كل ايه، يبقى يسن لما يجي رايح لايه ليصلي العيد يختار المسجد البعيد او يختار طريق طويل لنفس المسجد، ليه؟ علشان بتشهد له هذه الخطوات. ويرجع في اخر قصير، وهو راجع بقى يرجع في ايه، في الطريق القصير كالجمعة، والجمعة نفس الحكاية. وأن يأكل قبلها في عيد الفطر، يسن إن هو يفطر قبلها في عيد الفطر، يعني ولو على تمرة شربة ماء، لأنه هو في الأيام السابقة كلها صائم، فييجوا بقى يوم الفطر يوم إيه يكسر العادة بتاعته، فإيه بخلاف عيد الأضحى يسن إن يجي صائم ويبقى أول فطره على أضحيته في عيد الإيه الأضحى. وأن يأكل قبلها في عيد الفطر ولو بالطريق، والأولى أن يأكل تمرا وأن يكون وترا وأن يمسك في عيد الأضحى حتى يصلي للاتباع فيهما. في عيد الأضحى بقى يمسك ما يأكلش حاجة لحد ما يصلي ويذبح ذبيحته ويبقى يأكل الكبدة بتاعتها، كان النبي يعمل كده صح، ياخد حتة من سوادها على حتة من لحمتها على حتة ويسلوها له وإيه ويفطر عليه حتى يصلي للاتباع فيهما، وليتميز يوم عيد الفطر عما يوم عيد الفطر عما قبله، فإن الأكل فيه كان حراما، وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته الذي كان في صدر الإسلام والشرب كالأكل، ويكره له ترك ذلك كما في المجموع نقلا عن النص. أي الفطر، أي عيد الفطر من الصوم وقول والأضحى، أي وعيد الأضحى الذي تطلب فيه الأضحية، وهو أفضل من الأول للنص عليه. أفضل يعني عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر، وصلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد، الاثنين مطلوبين، بس ده للنص عليه في قوله تعالى فصل لربك وانحر. قول مؤكدة أي لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها فيكره تركها، دي صلاة العيدين سنة مؤكدة فيكره تركها، ولا يرد أنه صلى الله عليه وسلم ترك صلاة عيد النحر في منى لأنه لعارض، إلا للحج طبعا، لأن الحج مشغول بمناسك الحج، كويس؟ فالنبي تركها في منى كان مشغول في حجة الوداع بمناسك الحج، لأنه لعارض وهو ما عليه من الأشغال، فلا ينافي المواظبة، مع أنه لا دليل على أنه تركها لاحتمال أنه صلاها فرادى. هو صحيح تركها يعني ما صلاش جماعة، لكن مين قالك ان تركها بالكلية؟ ما يمكن صلى ركعتين صلاة العيد ومشي،
مش كده برضه؟ احتمل. وتشرع جماعة، فالجماعة مطلوبة فيها إلا للحاج وإن لم يكن بمنى على المعتمد، فتسن له يعني للحاج فرادة لاشتغاله بأعمال الحج، ويكره كما في الأنوار تعدد جماعاتها بلا حاجة. يعني يكره تعدد جماعاتها بلا حاجة، يعني عندنا في شارع 17 ده مثلا كل عمارة عاملة لي جامع تحتها، تبص تلاقي كل جامع يصلي فيه 10 صلاة العيد. طب ما كلهم يجتمعوا بقى في جامع واحد، مسجد واحد، واخد بالك، ويملوا المسجد ويصلوها، لان ده تعدد بلا حاجة. لكن لو كانت المساجد بتجد ملئها خلاص فيهاش مشكلة. فهمتني ازاي؟ يبقى يكره تعدد جماعاتها بلا حاجة، وللامام المنع منه ككل مكروه. وممكن وزارة الاوقاف تمنع كده، تصدر قرار ممنوع صلاة العيد في المساجد اللي تحت العمارات. ممكن، من حق وزير الاوقاف يفعل ذلك علشان تجتمع المساجد التانية الكبيرة بالكلية. ما لا بأس. مش يجي لك بقى الناس يقول لك شوف وزير الاوقاف بيعمل ايه، اعوذ بالله منه يا اخي. طب ما هو من حقه شرعا يعمل كده، فيهاش حاجة، علشان يجمع اكبر عدد من الناس في المساجد الكبيرة، فيهاش مشكلة دي. ولمنفرد، يبقى تشرع جماعة ولمنفرد برضه يصليها، فلا تشترط لها الجماعة كما هو ظاهر، ولا تسن الخطبة للمنفرد. افرض هيصلي صلاة العيد منفردا، يبقى ايه؟ ما يقفش يخطب في نفسه، واخد بالك، ولا حتى يجيب كتاب يقعد يقرا فيه حديثين ثلاثة، لا خلاص هي ركعتين زي الضحى كده وخلاص. ولا تسن الخطبة للمنفرد، وتسن ايضا يعني للصبي، حتى الصبي الصغير برضه تسن لي انه يصلي الجمعة جماعة مع الجماعة، او يصليها في البيت منفرد. للصبي المميز، فيطلب من وليه امره بها ليفعلها فيثاب عليه. يبقى لما بتربي ابنك وهو في سن التمييز، تأمره انه تعالى صلي العيد، او لو لقيت راحت عليه نومة تقول لما تقوم اغتسل غسل العيد، ويلا اطلع صلي ركعتين العيد في البيت. يبقى ايه؟ بتعلمه، انت بتربيه وتعلمه. ومسافر ايضا، وحر، وعبد، وخنثى، وامرأة، علم من ذلك انها لا تتوقف على شروط الجمعة. لا جميلة، اي وان لم تكن ذات هيئة، وقول ولا ذات هيئة، اي وان لم تكن جميلة. وهذا الاستثناء غير ظاهر، لانه يقتضي انه لا يسن لهما صلاة العيدين، وليس كذلك، بل تسن لهما لكن لا يحضران. تسن لهما بس في البيت لكن لا يحضران. فحق الاستثناء ان يكون من الحضور لا من السنية. واجاب بعضهم بانه استثناء من مقدر والتقدير، فيحضر من ذكر صلاة العيدين لا جميلة ولا ذات هيئة، اي فلا يحضران. ويدل على ذلك التقدير قوله اما العجوز فتحضر، اما العجوز فتحضر مقابل الجميلة، وقوله فتحضر أي بإذن زوجها، فهذا شرط أول، لازم بإذن جوزها. افرض جوزها قال لها ما تروحيش تصلي العيد، خليك أنت في البيت وضبي لنا الفطار على ما أجي، هنزل أصلي العيد مع الناس اللي بتاعت تصلي العيد، إحنا صعايدة كده. افرض قال لها كده ولم يأذي، خلاص تقعد خلاص، ما فيهاش مشكلة، ما تنكدش على نفسها وتتطلق بقى، ويطلع جوزها عصبي ويروح رامي عليها يمين طلاق، وبعدين يدوروا على دار الافتاء يوم العيد اللي هو اجازه علشان يشوف اليمين ده هيعملوا فيه، وينكدوا على نفسه، ملهاش لازمه، خلاص ما تروحيش صلاه. حاضر حاضر يا معلم، تقعد تسمع كلام المعلم، مفيهاش مشكله دي، ما تقلبهاش بقى ايه يعني بتاع ليه، وانت كافر يا اخي هتمنعني عن الجامع وتقلبها بقى نكد. ما هو مش كافر بدليل انه نازل يصلي، لكن هو مثلا بيغير عليها، أو أما بتنزل تصلي بتقابل الستات بتوع الجيران، تقعد ترغي مع كل واحدة نص ساعة، تيجي له على الساعة 10، فغيظاها هي، ليه وجهة نظر هو، فخلاص تسمع كلامه. إنما الستات اللي بيسمعوا الكلام الوقت بقوا قليلين، هيحطوهم في المتحف عشان الناس تروح تتفرج عليهم كده. يقول لك دي كانت بتسمع كلام زوجها في الأسرة 16 من أيام حتشبسوت، كانت. فربنا ينجينا يا سيدي. وعشان كده كثر الطلاق. ليه؟ لأن المناكفة بقت كتيرة. المناكفة بقت كتيرة بلا داعي. فتحضر أي بإذن زوجها، فهذا شرط أول. وقوله في ثياب بيتها أي الثياب التي تلبسها في بيتها للمهنة والخدمة، لا ثياب الزينة، مش تتشيك بقى وتلبس الثياب الملونة والمزهزهة
وتمشي بقى ارض تهدي مع بثياب عاديه، يعني اللي هي بتنزل تجيب بيها الخضار، اللي بتنزل تجيب بيها الجبنه من عند الراجل اللي قدامهم، فهمتني؟ الحاجات العاديه دي، ثياب عاديه يعني. وهذا شرط ثان، وقول بلا طيب وده شرط ثالث. يبقى اذن زوجها، ثياب عاديه، وبلا طيب، ثلاث شروط عشان تحضر صلاه العيد. فالشروط ثلاثه، أخل الشارح بالأول وذكر الأخيرين، ولذلك قال في البهجة: قلت وتحضر العجوز بإذن زوجها يجوز، إن لم يكن لباسها مشهورة أو صحبت طيبا فلا حضورا. قايلها كده في إيه؟ في البهجة. ووقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، أي الزمن الذي بين ذلك، ويكفي طلوع جزء من الشمس. يعني ممكن يصليها اول ما يطلع جزء من الشمس قبل زوال الكرهة بالكلية، ممكن يصليها، لكن يعني ما لهاش لازمة، يستنى شوية. ويكفي طلوع جزء من الشمس لكن يندب تأخرها للارتفاع كرمح، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وللخروج من خلاف من قال لا يدخل وقتها الا بالارتفاع، فهي مستثناة من سن فعل العبادة في اول وقتها. يعني صلاة العيدين مستثناة من سن فعل العبادة في أول وقتها، يعني استحسن تأخيرها شوي. ولو فعلها قبل الارتفاع كان خلاف الأولى على المعتمد. وإن قال شيخ الإسلام اللي هو زكريا الأنصار، الأحسن بتوع اليومين دول مش فاهمين إن في شيخ إسلام إلا ابن تيمية بس. لا، شيخ الإسلام هنا يقصد بيه سيدنا إيه؟ زكريا الأنصار. يعني في مشايخ الإسلام كتير كتير، الأحسن تفتكر ابن باز ما كانش لسه اتولد، ولا تفتكر ابن عثيمين مثلا، ولا ما كانش لسه برضو اتولد. وان قال شيخ الاسلام اللي هو ايه؟ زكريا الانصاري رضي الله عنه وارضاه، مدفون بجوار الامام الشافعي، مدفون بجوار الامام الشافعي هنا في مصر، بانه مكروه ويسن البكور لغير الامام، يعني مكروه ان يصليها في اول وقتها قبل كمال الارتفاع يعني. ويسن البكور لغير الامام ليأخذ مجلسه، يسن لغير الامام انه يجي بدري لصلاه العيد كده عشان يكبر ويقعد في المجلس بتاعه يكبر تكبيرات العيد مده طويله ويفرح ايه بالمسلمين وينتظر الصلاه. واما الامام فيحضر وقت الصلاه، الامام يجي على وقت الصلاه زي صلاه الجمعه. ويسن ان يعجل الحضور في الاضحى ليتسع وقت التضحيه ويؤخره قليلا في الفطر، ده للامام. الامام يسن في صلاة عيد الفطر ان يتأخر شوية، يعني صلى الساعة 7:15 مثلا يجي هو 7:30، ده في عيد الفطر عشان اكتر عدد من الناس تيجي وعشان اكتر عدد من الناس تكون صحيت واغتسلت. لكن في صلاة عيد الاضحى يسنى ايه؟ انه يجي بدري اول ما ترتفع الشمس على طول. صلاة العيد الساعة 7:15 هي 7:15 بالدقيقة، الصلاة جامعة، ويقف يصليه عشان الناس كلها مشغولة متفقين مع الجزار هيجي لهم بعد الصلاة يذبح لهم، كله مشغول عايز يمشي، فهمتني؟ يبقى ساعتها يصلي بسرعة ويتجوز في الخطبة، وتبقى الخطبة كلها يتكلم على حث الناس على صلة الأرحام، على حث الناس على الأضاحي وتوزيع الأضاحي على الفقراء، يعني في الموضوع، مفيش داعي بقى يقلبها سياسة. مش النهاردة مش سياسة يعني، فهمتني؟ النهاردة في مناسك يعملوها، يعلمهم يعملوا إيه النهاردة؟ مش يعملوا مظاهرات. ويؤخره قليلا في الفطر ليتسع وقت صدقة الفطر قبل الصلاة. ولما يأخر برضه ايه صلاة عيد الفطر يأخره شوية، يقوم اللي ما طلعش لسه صدقة الفطر يلحق يطلعها، يبقى يتسع وقتها، لأن صدقة الفطر أفضل وقتها ايه إلى ما قبل صلاة ايه العيد. ولو ارتفعت الشمس لم يكره النفل قبلها لغير الإمام، وأما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك، وإلا كره، لأنه يكون معرضا عن الخطيب بالكلية، يعني له أن يتنفل بعد صلاة العيد ما يجراش حاجة لو كان في مكان لا يسمع خطبة الإمام، لكن لو كان في مكان بيسمع خطبة الإمام يكره له، لأن ده ظاهر الإعراض عن إيه؟ عن الخطيب. وأما الإمام فيكره له النفل قبلها وبعدها لمخالفته فعله صلى الله عليه وسلم ولاشتغاله بغير الأهم، ويسن قضاؤها إن فاتت، لو فاتته يسن قضاؤها.
لأنه يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته. يسن عند الشافعي قاعدة عندهم، يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته، واخد بالك؟ نعم، إن شهدوا بعد الغروب أو عدلوا بعده برؤية الهلال في الليلة الماضية صليت من الغد أداء لتقصيرهم في تأخير الشهادة أو التعديل. افرض يعني غلطوا في الرؤية وطلع ان النهاردة عيد واحنا معيه ما صليناش العيد، فقالوا يا جماعة ده طلع النهاردة عيد معلش لا مؤاخذة بس غلطنا في الرؤية، يصلوا تاني يوم العيد، كويس؟ يصلوا العيد تاني يوم، واخد بالك؟ قوله وهي اي صلاة العيد ركعتان، نقف على كيفيتها ان شاء الله نقرأها السبت القادم، وبعد السبت القادم اجازة طول شهر رمضان والاسبوع الاول من شوال، ثم نعاود باذن الله. يبقى السبت الجاي هيبقى اخر سبت لنا في الدروس، وهيبقى صلاة التراويح بعد عشاء يوم الاربعاء، لان هنصوم الخميس غالبا على حسب يعني ايه الرؤية الفلكية لحد الوقت يعني، لكن لما نشوف برضو دار الافتاء هيعملوا فينا ايه، وربنا يوحد ايه المسلمين في الرؤية هذا العام ويمنع تشتت المسلمين ككل عام. اللهم بارك لنا فيه. بيبقى بعد المغرب الساعة بيقول لك هتتغير يوم الخميس اللي جاي بالليل، يبقى درس السبت اللي جاي هيبقى بعد صلاة العشاء، عشان هتبقى العشاء بدري بقى، فهندي بعد العشاء ساعة 60 دقيقة وننصرف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أقم الصلاة.